يعني عجيب، يعني هذا البشر من يجي يم الخضر تنفتح نفسيته، إلا أنا من أجي يم هاي الشجرة أنفقر لو يصير بي شيء. خلي أنزل من عدها لأن هاي الشجرة وراها شيء. فقر حتى راح طيحي. ها كوري؟ أهلاً. شو ضايج؟ أنا حمودي. إيه حمودي ضايج اليوم. شنو شبيك؟ يعني كشخت بدلت، أرد أطلع أقعد يم خضار أتنفس هوا مثل العالم اللي يعني قاعدون. يعني ترتاح تغيط. هسه أنت من تقعد يم الخضار مو ترتاح؟ طبعاً أرتاح. أنا قعدت يم شجرة فقر، يعني سدت نفسيتي. زين؟ تعبت اختنقت. معقولة كوري؟ يعني واحد مني راح يم شجرة يم خضار يرتاح؟ خو انت ما صدق ويومية تشذبني، كل ما اقول لك على سالفة مشذبني. حط ايدك بيدي وهسه راح اوديك للشجرة. يلا مشينا. هسه شوف بعيونك. يا شجرتي انت اهلي واسرتي. حمودي يا شجرة سالف لك عليها. هي هاي بس اجيبها تتخربط اوضاعي، تتعب نفسيتي. نقت شوف حتى تختي نقت. مشينا هاي. زين مشينا. هذا فوق. بس هذا يا هو. انت منو؟ شنو اسمك انت؟ انت شو اسمك؟ اهلك وين اهلك؟ تهين نفسي. هذا يمكن وحش، هذا خروه. يا الله يحجون على الشجرة، هم أحسن من الشجرة ذول. مودي شبيك؟ اختنقت. منين مختنق؟ من رحت يا مهبل؟ رياك هاي سمية. أنا مو سولفت لك على هاي الشجرة وقلت لك تنسد نفسيتك بس توصل يمي. ما صدقتك أنا. ما صدقتني حمود. احنا هاي الشجرة لازم نتخلص من عدها. شون؟ القصها. أنا ما أروح بعد يمي، ما اصل لها بعد. ما تروح؟ خليك هنا انا راح اقصر. ما اقدر اعوفك لوحدك، انا اجي وياك. انت اشوفك تعبان، انا راح اروح اقصر، ابقى هنا قاعد. بس شلون تروح؟ وهذا الولد الخايس قاعد يمي. يا خايس؟ هذا الولد بده داشه. هذا فقير؟ خيول لي شنو علاقه بي؟ انقصها غصبا على خشمه. يلا شن. امشي يلا. ميدو احس نفسي بخطر. تعال ساعدني. جاي يا شجرة. هاي انا شجرة، سولفي لي ايش صار وياك. انا جيتك ميدو. انا حسيت نفسي بخطر ودائما من احس نفسي بخطر لو يصير خطر عليك يجي احساس، لان انا احس يا ميدو. ما اخلي واحد يوصلش ما دام انا عايش. يا ويجي وريدي اذيك الا اذي، مالك غلط ميدو. ما دام تريد تحميني. اريد احميك. انا راح انطيك قوه ما موجوده عند بشر. شلون احصل هاي القوه؟ اسند ظهرك بيه. اي شنو هاي القوة؟ احس روحي اقوى. وين هاي الشجرة؟ خليك الا اقطعها الا اخيدي. يا مخاريك، ما دام انا موجود ما اخلي واحد يدنانك وما حد ياذيك الا على جثتي. من الصبح لهسه لا كرو لا شي، شو ادي لاهلي؟ مسواق اردون من عندي شني قطعة العالم. الله يخليك اطلع بينا. شبيكم؟ اطلع بينا. شبيكم؟ خلصنا من هاي المنطقة. الله يخليك. لازم نسوي شيء. ما اخذ بس طلع. لا ما نسوي شيء. مغرق لكم واحد شني؟ شبيكم؟ الله يخليك بس خلصنا من هاي المنطقة، ما نسوي شيء. جاي اقول لك جوز كات لكم واحد، مغرق لكم واحد، شلب هاي الورطة، متربين من فوق ذا جوا. قالوا لي شنو سالفتكم؟ خلصوا خويا سالفتنا اكو شجرة مكروه كلش ومختنقين احنا بالطريق. اسولف لك بس حرك بينا. هسه انا جبتكم ببيتي، شنو سالفتكم وسالفه الشجره؟ هاي الشجره بس واحد يروح يمها يضوج. وهاي الشجره بس تروح يمها امورك تتعب، تدمر نفسيتك، تضوج، تحس بحزن. زين هي هاي الشجره وين صايره؟ ما لقيتوا يمها شيء؟ ها
هاي منا هاي الشجرة صايرة، وين المكان اللي صعدتنا بيه ولقينا رجال فقير زين وهدومه مرقعة ونفسيته تعبانة؟ اه ملابسه مرقعة وفقير. اي عرفته؟ لا هيك ماك شي، بس انتم بعد لا تدنون يمه. يلا مشينا مشينا. ليش ما ندنون؟ تابعونا على قناة يوميات قسور، يوميات قسور، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أنا شقد أرتاح بالنجي يمك يا شجرة، بس يمك أرتاح أحبك. ميدو أنا هم أحبك، وأي واحد يجي يمي أخليه يكره حتى روحه، وأنا باقية بس إلك، أنا أحبك ميدو. إيه عافية عافية، أنت بس لي. أنا هاي الشجرة لازم أعرف شنو سالفتها، هواي يجون وياي عبرية يسولفون بهاي الشجرة وشاردين من عندها هي والولد الفقير بجواها. ما لازم اروح برجلي واتاكد من السالفه. اي خلي اروح اسلي. هاي الشجره يقولوا لي هاي شجره حزينه ما ادري شنو، ماكو شيء يمها، ويقولون يمها ولد. هي هاي ماكو ولد. تعال تعال تعال، ماكو واحد مو واقف. انا انت براسك واقف ما اسوي لك شيء. تريد تسوي تقتل الشجره؟ ادري تقتل الشجره. ما اقتل الشجرة. تقتل الشجرة؟ ما اقتل الشجرة. أرد أفهم شنو السالفة. ايش عندك جاي؟ أفهم السالفة. سالفة شنو؟ مال الشجرة. منو دازك؟ ما حد دازني. قاعد يجون ناس. وقف 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 هنا. منو دازك؟ ما حد دازني. تريد تقتل الشجرة وتقتل؟ لا ما اقتل الشجرة، جاي أفهم السالفة من الشجرة وأروح. أكيد؟ أكيد. تريد تفهم سالفة الشجرة؟ إيه. أفضل هنا هسه أنا راح أجيك، ما تتحرك من مكانك. خوش؟ ما أتحرك. تعال. وخر 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 وخر. تعال اقعد. اقعد. اوكي قلت لي جاي تفتهم سالفة الشجرة مو؟ نعم. اول شي شو اسمك؟ عابس. عابس، ايش قد عمرك؟ 13. عابس، هاي الشجرة اسمها شجرة الاحزان. نعم. هسا انا من نجيمها مرتاح والعالم تشوفني مخبل، انا يتيم. نعم. لا عندي اهل. نعم. اهلي ماتوا وانا وصغير ورابي بالشارع. من ذاك اليوم والحد هذا يومك انا هنا أنا انام يم هاي الشجره، بس جيب اللي يعرف لها. زين ليش بس انت من تجي هنا ترتاح؟ تحس روحك يعني مرتاح هنا تنام وهاي، ويا يجي يم هاي يجول العالم خنقتني ريحه بيها ما شيء ما ادري شو يصير. لان اغلبيه الناس تجي هنا يم الشجره تاذي الزرع وما تحب الخير للناس. هسه انا احب الزرع وازقي الشجره، ما سويت لي شيء. صحيح. ترى شجرة هم بيها روح مثل الإنسان، مثل ما الإنسان يتأذى الشجرة هم تتأذى، حتى الله ما يقبل من فوق نأذي الشجرة. تمام؟ آه هسه يلا افتهمت. اي حبيبي، فهي اسمها شجرة الأحزان، مو هي تخلي الإنسان يحزن، لا بالعكس، اللي يجيها الإنسان الحزين مهموم من الدنيا ونيته صافية ويجي يم هاي الشجرة راح شكو حزن بداخله راح توخره من عنده. ليش؟ لأن نيته صافية. صح. تمام؟ هسه يلا افتهمت السالفه. وكو حديث للمعصوم يقول عليكم بثلاث، الماء والخضراء والوجه الحسن. هسه يلا افتهمت السالفه، يلا انا بعد اترخص. الله وياك. عاشت ايدك ميدو. اي يا شجره الاحزان، ما دام ثبتت للناس انت نيتك صادقة وياي، انا راح اغير حالك من حال الى حال. اي يا شجرة الاحزان، انا نيتي دومها صافية وياك. بارك الله بيك ميدو، قوم اوقف وانا راح اغير حالك. شاو. شكرا يا شجرة الاحزان. شنو هاي الملابس؟ شنو هاي الساعة؟ عفوا يا ميدو، مد ايدك بجيبك. جيبي؟ شكرا شكرا، هاي فلوس. شكرا يا شجرة الأحزان. تدري ليش سويت هيك؟ ليش؟ لأن أنت قلبك طيب ونيتك صادقة، أي واحد نيته صادقة وياي أنا راح أسوي بيه هيك. شكرا شكرا يا شجرة الأحزان، شكرا. لا شكرا على واجب.